حياكم الله مشاهدينا وين ما كنتوا في حلقة جديدة من برنامجكم حي الشتاء وحي طاري. اليوم احنا في منطقة العبدلي وفي محمية لها طابع خاص، محمية امزجت بين المغرب والكويت، امزجت بين حضارات جميلة جدا. هذه الحضارة احنا وايد نعتز فيها، حضارة يسمونها الأندلسية أو المغاربية والحضارة الشرقية الخليجية اللي إحنا عندنا بالكويت. خلونا نشوف هذه المحمية شنو فيها وشنو الغريب في المزج بين هذه الحضارتين. تعالوا معاي وخلكم ويانا. اليوم احنا في محمية متميزة من الخارج، وايضا راح تشوفون الديكورات الداخلية لهذه المحمية ايضا شيء خيال. معانا الاستاذ طارق بشدان، يعطيك العافية على الدعوة الجميلة اللي دعيتنا لها. الله يعافيك وشرفتونا في السيارة، يا اهلا وسهلا. الله يسلمك. انا قاعدة اشوف الديكورات من برا ماخذ اللون الازرق، ويوم دخلت داخل شفت ايضا اللون الازرق هذا الحلو طاغي على المكان. صحيح، هذا الثيم اللي سويناه برا وداخل هو ثيم مدينة الشفشاون في شمال المغرب، تتميز باللون الازرق وتتميز بالماي، فيها نبع الماي الكبير وفيها الالوان الزرقاء، المدينة كلها باللون الازرق، فحرصنا أن يكون هني ثيم آخر اللي هو ثيم الشمال المغرب، بالتحديد الشفشاون، مدينة الشفشاون. وأيضا أشوف أن في بعض التفاصيل الجميلة اللي موجودة مثل الجبس اللي بالأسقف، أتوقع أفادتكم فترة الكوفيد هالأيام. صحيح صحيح، حرصنا أن يكون في صالة اللي إحنا الآن متواجدين فيها لاستقبال الضيوف، يجونا كثير من الضيوف سواء من برا الكويت أو من داخل الكويت، حرصنا أن يكون في مكان يعني يليق بضيوفنا وبزوارنا، فكانت هذه الصالة فيها الجبس بالطراز الأندلسي المغربي وفيها الزليج وفيها النافورة والأبواب التقليدية المغربية، فمكان جميل جدا وإن شاء الله يعجب الناس بإذن الله. الله يعطيك العافية، بصراحة المكان متميز والتميز اللي فيه يعكس الذوق الرفيع وخصوصا المزيج الثقافي اللي احنا قاعد نشوفه، فعساكم على القوة. واتوقع ان ما شاء الله الزوار اكيد منبهرين في مثل هذا الديكور العجيب. اي نعم صح، الحمد لله، يعني ان شاء الله نتمنى بعد جائحة الكورونا لما يجونا الزوار ان شاء الله ويكون مكان يليق فيهم إن شاء الله ويستمتعون فيه. يعطيك العافية. اللي أنا عرفه وسولفت يعني مع أكثر من شخص، المغرب تتميز بالشاي المغربي الخاص فيها. صحيح. له عبق خاص، فتولف لي عن هذا الشاي. الشاي هو من التقاليد المغربية المشهورة اللي هو الشاي الأخضر بالنعناع. شكرا. وعادة هو من أوائل الأشياء اللي الناس تقدمها للضيف لما يجي، فطعمه يعني صراحة لذيذ وجميل، وإحنا متميزين في الشاي المغربي هنا في المزرعة. هي هذا اللي قاعد أشوفه الحين،
وما شاء الله ريحته تهبل، فخلنا نستمتع بالشاي وبعدها تاخذني جولة في المزرعة إن شاء الله. نتشرف الله يسلمك. بإذن الله. موجودين اليوم أنا والأستاذ طارق على الجسر اللي فوق البحيرة، ويمنا مجموعة كبيرة من الطيور. أستاذ طارق اللي أنا أشوف الطيور اللي أشوفهم أول مرة يحسب أنهم كلهم بجع وبط، بس بعدين لما ندقق النظر فيهم نلاقي أن كل واحدة مختلفة عن الثانية بالنوع والألوان والشكل، مو كذي؟ صحيح. البجع والبط والوز اللي هني من مختلف دول العالم، فيهم اللي من اليابان مثل الكرين الياباني، وهذا من النوادر طبعا، وعندنا منه زوج، وفي من دول شرق آسيا، وفي من دول أوروبا، من مختلف دول أوروبا ومن كندا، وأيضا من أمريكا الجنوبية. ففي تنوع كبير في البط. تقريبا البط اللي موجود مع الوز والهذا يعني نقول عن 40 نوع مختلف، وما شاء الله إنتاجهم طيب جدا. الآن صار لهم كذا جيل عندنا، يعني جيل بعد جيل، وتأقلموا على الجو هني وعلى البيئة الكويتية، والحمد لله يعني ماشيين معاهم احنا وايد زين. يعني ذكرت لي توا انهم تأقلموا مع البيئة، أدري ان تربيتهم راح بالبداية صعبة علشان يتأقلمون مع أجواءنا بالكويت الحارة، شلون خليتوهم يتأقلمون وشلون خليتوهم يتعايشون؟ الجيل الثاني اللي انولدوا عندنا هني في المحمية طبعا تأقلموا على الجو. الجيل الأول كان فيه صعوبة، ولكن بالصيف ناخذهم إلى أماكن الحاضنات والأماكن المكيفة، فالمشكلة طبعا هي كلها بالصيف يعني، ولكن طالما أن المكان مكيف ومكان مؤهل ودرجة الحرارة أقل من 26 فالأمور طيبة الحمد لله، والإنتاج وفير يعني ما شاء الله الإنتاج جدا وفير. تبارك الرحمن. اللي أنا شفته أنت قلت لي الكرين الياباني، ما هو كذي؟ وهذا اللي هو الطير الكبير اللي صحيح. الزوج اللي شفناه. سمعت أيضا أن المحمية فيها حروة 200 تقريباً طير أو حيوان. أي نعم. سولف لنا عن الأنواع هذه، شلون أخذتها أو جبتها هني؟ أي نعم. هذه طبعا على مدى سنوات اقتنيناها من مختلف الدول، منها ما هو العربي اللي أصوله عربية من الصحراء العربية مثل الغزلان العربية، أو بعض الأرانب الصحراوية العربية. الباقي طبعا باقي الحيوانات والطيور من دول أوروبا ومن دول أمريكا الجنوبية ومختلف دول العالم، يعني ما شاء الله التنوع اللي عندنا من اليابان شرقا إلى كندا غربا، ومتعايشين ما شاء الله مع بعض وتأقلموا على المكان هني، والحمد لله يعني بدينا من كذا سنة ننتج منهم، وإنتاجهم ما شاء الله جدا طيب، والأمور الحمد لله طيبة وماشية يعني. ما شاء الله. أيضا عندك أنا شفت في واحدة من الطيور أو البجع أو البط، أنا ماني عارف النوع بالضبط، ولكن فوق رأسها كأنه تاج. أي نعم، هذا الكراون كرين، وهذا طبعا من أفريقيا، عندنا من زوجين، وجميل جدا يعني من الطيور الجميلة جدا جدا، يعني يكون فوق رأسه تاج ذهبي ولونه أسود، وفي كذا كذا لون يعني يمتزج بجسمه، فما شاء الله جدا ممتاز. ولما يبناه ما شاء الله الآن من 4 سنوات وماشي معانا تمام، يعني ما شفنا منه مشاكل لا في الإنتاج ولا في التربية، الحمد لله يعني جدا ممتاز. تأقلم مع بيئتنا؟ اي الحمد لله تأقلم، يعني المكان دائما احنا نحرص على النظافة، نحرص على التطعيم المستمر، الفيتامينات، البروتينات، المحافظة على النظافة جدا مهم، مع ايضا ان تكون كمية الأكل كافية ومناسبة، فهذه كلها عوامل تخلي الطيور بصحة جيدة ومستمرة يعني.
ما شاء الله. اتوقع الحين استاذ طارق تبي توديني نشوف الحيوانات النادره بعد ان شاء الله. مو كذي؟ ان شاء الله. خلينا نشوفها ان شاء الله. ومن مكان جديد في طيور عجيبة. استاذي قاعد نشوف هني أنواع الطواويس اللي احنا نشوفها في الأخضر وفي الأبيض، لكن في ألوان ثانية، هل هي نفسها ولا نوع ثاني من الطيور؟ لا، هي أنواع ثانية من الطواويس، في الأخضر وفي الأزرق اللي هو الهندي، الأخضر طبعا اللي هو جاوة من إندونيسيا، وفي الهندي وفي الأبيض، وفي اللي ملون يكون ما بين أبيض وأزرق. أيضا في هني اليمام، الحمام اليمام، في الزيبرا الكندي، في الطيور الكناري، في طيور الدوب، في الفري موجود أيضا هني، يعني أنواع مختلفة من الطيور موجودين في القفص الكبير هذا، وما شاء الله يعني تكاثرهم زين وتفاعلهم مع بعض أيضا ممتاز. وفي نوعيات أيضا بسيطة من البط ايضا موجوده في نفس المكان هنا. انا قاعده اشوف انواع البط مختلفين، يعني كل واحده شكلها غير عن الثانيه. بالضبط. ممكن تقول لي من وين هذولي، وهل هم من الطيور النادره ام العاديه؟ يعني لا، في بعضهم من البط النادر، في من الصين، في البط المندرين، في البط الابيض، في البط البني اللي موجود ايضا. هذه انواع مختلفه ومن دول مختلفه، لكن ما شاء الله متعايشين مع بعض، و يعني تفاعلهم جدا ممتاز في القفص هنا. بالصيف بالكويت احنا حظ، وهذولي قاعد تقول لي في من كندا وفي من الصين. بالضبط. وفي من بريطانيا، شلون يتفاعلون بالصيف يعني مع جونا؟ شلون يتأقلمون بالصيف؟ سلمك الله، يتم نقلهم الى الحاضنات، الحاضنات كلها مكيفه بدرجه حراره يعني ما تزيد عن 28 27، ف الفترة اللي تكون فيها طبعا الشمس حارة جدا يتم نقلهم إلى الحاضنات. في شهر أكتوبر نرجعهم مرة ثانية إلى يعني الأقفاص المكشوفة. هل تكاثروا؟ جدا كثير. الآن ما شاء الله المكان هذا مليء بالبيض، مليء بالفروخ الصغار، تكاثرهم ما شاء الله جدا ممتاز. ما شاء الله. احنا الحين قاعد نشوف، يعني انا اشوفهم متاقلمين مع بعض، بينهم بين بعض، مع ان الطواويس عندنا اكثر من نوع، وايضا يعني مو بس انواع، حتى الذكر يعني اكثر واحد. بالضبط، لان اللي تشوفينهم الطيور، والطيور طبعا كلهم اللي هني سلمت الله من يومهم صغار وهم مع بعض، وبعدين ما في عداء بينهم في الطبيعه. أي. مو اعداء، فمتاقلمين مع بعض، يعني ما يتهاوشون على أبداً المنطقه. لا لا لا، ابدا ابدا. يعني هذا الشيء ما نلاحظه ولا نشوفه هنا. استاذ طارق، واحنا نتمشى عند الطيور شفنا ما شاء الله الكناري وايد، وقلت لي تكاثروا كثرة هالفترة، صح؟ اي نعم صحيح. من الطيور اللي موجودة داخل عندنا طير مشهور اسمه برنسز اوف ويلز، أميرة ويلز. عندنا ايضا انواع مختلفة من البغبغاء، عندنا المكاو موجود، الامازون ايضا، انواع مختلفة، فكلهم ما شاء الله متعايشين. الانتاج الان اللي داخل القفص ما شاء الله كثير جدا، مختلف الانواع، سواء البيض او الفروخ الصغار، كميات ما شاء الله كبيره. الجو كان يساعد، البيئه تساعد اللي موجوده. ان شاء الله لما نخلص من ظروف الكورونا والظروف هذه، احنا نسمح للناس انه يدشون داخل في القفص ويصورون ويشوفون الطيور ويتفاعلون معها، فمن الاماكن المحببه كثير للاطفال وللعوائل. احنا شفنا بعد ان اللي هم البريري هذول كاتس اللي هم اتوقع يسمونه تيمون. صحيح صحيح، هذول اصلهم او موطنهم من مدغشقر. حاليا واحد من الزوج هذا ولد عندنا هني،
والمولود ما شاء الله كبر بصحة زينة، أليف جدا ويأكل من الإيد، ويعني ربوة. إحنا قاعد نشوف إن عادي يأكلون من الإيد، ولما فتحنا الباب يقفون معانا، كأنهم متعودين على الناس. صحيح، هم متعودين على الناس ويتفاعلون مع الناس وما يخافون من الناس. يعني الإنسان لما يقرب لهم يجون يقربون يمه، لأنه يتوقعون إنه يوكلهم يعطيهم الأكل. يعني أليفين جدا جدا أليفين. الله يعطيك العافية أستاذ طارق. والحين خلينا نتمشى مكان شوي ثاني غير عن الطيور إن شاء الله، ونشوف شيء إن شاء الله. أوكي. أستاذ طارق، احنا انا اللي قاعد اشوفه الحين ان في عندنا خرفان ولكن حجمهم وايد صغير. صحيح. من وين هذول؟ هذه الاغنام الله يسلمك القزمه، من فرنسا، موطنهم في فرنسا، وموجودين ما شاء الله بكميات عندنا، وتكاثروا في الفتره الاخيره هذه، وما شاء الله يعني متاقلمين الان مع البيئه. ايضا الجيل اللي موجود هذا ايضا مولود هنا عندنا، يعني متكاثر هنا في المزرعه. احنا نقدر نقول الحين عندنا اغنام فرنسيه كويتيه. بالضبط بالضبط. بس انا قاعد اشوف انك فاصل الكبش عن لان الان في مرحله الولاده، ففاصلينهم عن بعض. اي نعم. ممكن يؤذي الاطفال يعني؟ ممكن ممكن، وممكن يصير يعني يضربهم او شيء، فمن الافضل يتم الفصل بينهم. من الاغنام الى الماعز، وانا قاعد الاحظ ان كلهم نفس الحجم. صحيح، هذا الماعز القزم اللي هو الماعز التشيكي، وهذه السلاله تم تطويرها في نيجيريا في افريقيا. الان ما شاء الله موجودين، الجيل هذا اللي موجود الان حاليا مولود هنا عندنا في المزرعه. فالماعز القزم جميل وايضا شكله حلو وما شاء الله أليف جدا يعني. تبارك الرحمن. بالنسبة حق مثل هذه الأقزام من الماعز أو نقول الأغنام، هل هي للحضور؟ يعني لما يجون الناس مثلا ويشوفونهم، شو الإقبال الجماهيري عليهم؟ كثير والله، الناس تتفاعل معهم، خاصة الأطفال. الأطفال يعني يحبون النوع هذا من الماعز، يكون لهم المجال إنه يوكلونهم، وممكن يشيلون الصغار ويتفاعلون معهم، فما شاء الله اقبال كبير عليهم يعني كبير عليهم. انا لاحظت ان هم شبه اليفين، فعادي الفين؟ لا لا، اليفين اليفين، كل الحيوانات اللي موجوده في المنطقه هنا عندنا كلهم حيوانات اليفه، ما عندنا حيوانات مفترسه او خطره ابدا، ما في. ومتالفين مع الوجود البشري حوالينهم، صح؟ ما في اي مشكله، يعني يقربون من الناس ويتفاعلون وياكلون من ايد الناس، يعني اللي بيوكلهم ممكن يجون وياكلون من ايده. ما شاء الله، انا شفتهم وشكلهم صدق يعني يشجع ان الواحد يشيل او يلعب معهم. نروح مكان ثاني الحين، انا شفت عندك كنا المها مو كذا؟ اي نعم، المها العربي. يلا نشوفه الحين. طارق، الحين احنا عند الغزلان. صحيح. وقاعد اشوف انواع من الغزلان، في الابيض وفي المنقط وفي الاسمر، تسولف لي عنهم؟ نعم، في هني عندنا المها العربي، هذا الجيل يمكن الرابع عندنا ان شاء الله، صار لهم فتره والان ايضا تكاثروا. عندنا الاسترالي، الغزال الاسترالي، وعندنا ايضا الغزال الهندي، فكلهم ما شاء الله متعايشين مع بعض ما عدا المها العربي. طبعا لازم يكون معزول، لان غزال من بيئه صحراويه، يختلف عن الغزلان الاستراليه ويختلف عن وفي عندنا الغزال الصيني ايضا. فهذه الانواع حاليا موجوده في حظيره الغزلان هنا. استاذ طارق، اللي عارفه ان المها العربي فصيله شبه نادره. صحيح. تم ما شاء الله يعني إعادة، يعني تقريبا شبه انقرضت، لكن صارت لها محميات وبدأ ما شاء الله ينتج. هل إنتاجه بالكويت تتوقع نفس باقي الجزيرة العربية؟
نفس إنتاج الجزيرة العربية، لأن نفس البيئة، يعني البيئة الخليجية والبيئة الكويتية هي متشابهة، وإن كانت نفس البيئة في كل شيء، فإنتاجها جدا ممتاز بالكويت. إحنا من بدينا فيه من تقريبا 6 سنوات، ما شاء الله إنتاجها جدا طيب وجدا ممتاز، وأجيال عندنا منه الآن. شنو اللي يميز المها العربي؟ إحنا دائما نسمع عن عيون المها. بالضبط، الجمال، جمال الغزال يعني مميز، عينه غير، شكله غير، جسمه غير، فما شاء الله في الميزات الجمال يعني. وأيضا أتوقع حتى علشان القرن يختلف. بالضبط بالضبط، القرن طبعا يكون طويل جدا، العين تكون جميلة جدا وتكون سودة، فدائما لما يتغسلون بعيون غزال المها، لأن فعلا عينه تكون وسيعة وتكون سودة وجميلة جدا. واللي أيضا قاعد أشوفه أن هني الوعل، إحنا يعني نعرف أن الوعل عادة يكون في المناطق الباردة الجبلية، صحيح، شلون متأقلم بيئتنا؟ والله تأقلم الآن في الشتاء طبعا يكون في المناطق المكشوفة هني عندنا، في الصيف ينتقل إلى المناطق المكيفة، ولكن ما شاء الله إنتاجه أيضا جدا جميل. الشيء الوحيد اللي هو ما قدرنا نوفر له إياه اللي هي المرتفعات الجبلية، ما عدا ذلك ما شاء الله متعايش، ويعني صحته جدا ممتازة وإنتاجه أيضا جيد. إن شاء الله أتوقع راح بالمستقبل نشوف عندكم جبل صغير لهم. إن شاء الله إن شاء الله إذا الله سهل راح نوفر لهم البيئة، يعني نطور في البيئة للغزلان، للوعول، للماعز، كل سنة طبعا في تطوير، في تحديث، في تعديل، دائما ان شاء الله نتمنى انه يكون دائما للافضل ان شاء الله. نروح الحين ننتقل حق مكان ثاني بالمحميه الله. ما شاء الله ان شاء الله. يلا استاذ طارق. نعم. احنا حاليا قاعدين في بيت الشعر. صحيح. وكنا قبل شوي واحنا نتمشى بالمزرعه كنا قاعدين نتمشى في شمال افريقيا والمغرب العربي. المزيج هذا الحلو بين الثقافة والتقاليد الكويتية والتقاليد المغاربية، سولف لي عنها. نعم، احنا طبعا حرصنا انه يكون في كذا بيت شعر في المزرعة هنا، لان الله يسلمك عندنا ضيوف يجون من برا الكويت، وبالتالي التراث الكويتي والتاريخ الكويتي والثقافة الكويتية جميل ان الواحد يبرزها ايضا من ضمن الاماكن اللي يركز عليها ويكونها عنده وتكون عنده في المزرعة. فحرصنا أن يكون في بيت شعر، وهذه الخيمة الصغيرة أيضا يستمتعون فيها كثير الزوار اللي يجونا من برا، أيضا بعض المقيمين الأجانب الأوروبيين أو الأمريكان أو الآسيويين، يعني يستمتعون أن يأخذون بعض اللقطات ويقعدون بعض الوقت هنا في الخيمة الكويتية. أتوقع أن إذا خلصت الجائحة أو قبل الكوفيد أيضا، هل كانوا الناس العاديين، إحنا نقول إحنا الزوار، يستمتعون يشربون قهوة ولا شاي هني في هال؟ والله الاثنين، الشاي بأنواعه، يعني شاي الدارسين، شاي الزعتر، الشاي العادي الأحمر، القهوة العربية، أجواءها في الشتاء دائما الخيمة تكون حلوة، وخاصة طريقتها الآن أن الشمال في ظهر الخيمة فتكون دافية وإضاءتها خفيفة، فمتعة القعدة يعني في داخل الخيمة في وقت الشتاء، وتكون الدوة برا طبعا جميلة جدا يعني. يعني تحطون في دوة بعد؟ اي نعم، نحن حريصين أن تكون خارج نطاق الخيمة، هي تدفي وأيضا كشكل جمالي، وما شاء الله يعني الأوضاع، الجو، الأجواء تكون داخل الخيمة دافية وحلوة. أتوقع يعني إحنا الحين قاعدين وأنا مستمتعة بالقعدة، فالزوار طبعا بيستمتعون. الحمد لله، نعم، في الفيدباك أو الانطباع الناس جميل جدا عن الخيام وبيت الشعر، فمكان يعني مريح الحمد لله وزين. إيه ما شاء الله، اللي أنا أشوفه أن المزيج هذا صراحة مزيج وايد حلو، بحيث أن إحنا ندمج الثقافات في بعض ونعرف ثقافاتنا حق الزوار.
يعطيك العافية أستاذ طارق، صراحة ما قصرت في الكرم اللي إحنا شفناه منكم، وإحنا قاعد نتمشى بهالجولة العجيبة يعني استمتعنا جدا، وإن شاء الله تخلص هذه الجائحة على خير، ونشوف أيضا هذه المحمية فيها الزوار وفيها الحضور ويستمتع الكل معاكم إن شاء الله. وتشرفنا الصراحة بزيارتكم، ونتمنى إن شاء الله نشوفكم في ظروف أفضل للجميع إن شاء الله في المستقبل بإذن الله. بعد ما شفنا مجموعة من الطيور وأيضا الحيوانات الهولندية، الحين إحنا عندنا زهور هولندية. طبعا قلنا هناك منتجات هولندية أو حيوانات هولندية إنتاج كويتي، ونفس الشيء زهور هولندية لكن إنتاج كويتي. يعطيك العافية أستاذ فاضل بحراني، ومشكور على الدعوة وعلى المكان الحلو اللي إحنا واقفين فيه. شرفتونا وحياكم الله، وهذا مكانكم يبا. وحمد إحنا قاعد نسولف عن منتجات هولندية لكن إنتاج كويتي 100%، سولف لي عنه. والله هذا عبارة عن ورد قطف، وشفت هذه أفضل طريقة للزراعة عندي هنا لأن هذا تخصصي. توسعت فيها أنا بعد ما حطيت إيدي بإيد أخوي طارق الرشدان، فحاولنا أن نخلي منتج كويتي نيبه من برا ونعدله هني، نخليه كويتي ونأهل المكان كمحميات كأسمدة كأشخاص يجون هني متخصصين بالشغلة هذه، ولله الحمد توفقنا فيها. اللي أنا عارفة إن كان عندكم عدد هائل من هذه المنتجات قبل الكوفيد، فشنو صار وقول لنا كم كانوا قبل والحين، وإن شاء الله الرؤية المستقبلية كم بتكون؟ والله بالنسبة للورد القطف بس أنا كنت على أيام المحمية مفتوحة تقريبا 13 صنف أسويها بألوانها، تقريبا 13 صنف، والله الحمد ماشي الأمور. بس بعد ما تسكرت وصارت السالفة هذه، لا والله غلصت شغلي، بس تقريبا 6 أصناف حاليا أشتغل فيهم. قلت لي إن هذه النباتات قطف، شنو الأنواع الثانية؟ كلها قطف، وفي عندي اللي هو الحوليات اللي هو النباتات الخارجية والداخلية، هذه موجودة مكان ثاني. بس بالنسبة لهذيل القطف في منهم أنواع اللي هي اللي تنزرع بالبذور، تنزرع بالأبصال، تنزرع بالشتلات اللي نيبها من هولندا، يعني كذا نوع أنا أجيبه. طبعا هذه نيبها كلها أكثر بالطيارة، ها في شيء نيبه مثلج، في شيء طبعا اللي مثلج لا نيب كونتينر كامل ولازم نزرعه هني، نحطه بثلاجة، نحطه بغرف تبريد مثلجة، وننزل فيه الإنتاج شوي شوي. الأبصال تيكم مثلجة؟ مثلجة. وما يمديكم شلون يعني؟ أنا تيب كونتينر، كونتينر كبير كامل ثلج، مثلج مثلج، وفي عندي غرفة هم حق التثليج هني موجودة عندي بالمزرعة، وأخذ منها حاجتي وأزرعها وتطلع إنتاج كويتي. إنتاج كويتي اللي هو الليليوم أبصالة مثلجة. في أبصال لا ناشفة، مو ناشفة مرة واحدة بس نعتني فيها، اللي هو الجلاديول، ما الجلاديول لا موجودة عندي حتى بمكان بس بارد مو مثلج، مكان زين لا تطلع وياك. وهذيلة بالنسبة لكريز هذا لا أنا أجيب شتلات صغيرة من هولندا وأزرعها هني عندي، هذا بالنسبة لكريز. وفي شيء لا بذور أحاول أميز المحمية بالشغلات هذه. إيه ما شاء الله. وأيضا أنا شفت عندكم مجموعة من الصباريات. إيه الصباريات موجودة عندي، اللي هي الصباريات الزينة والصباريات اللي هي اللي يأخذونهم كعلاج اللي هو حق الشعر وحق الألوفيرا. أيوه الألوفيرا موجودين هناك عندي، شغال فيها الصبار ما يخاف عليه، يتحمل الحرارة ويتحمل هذا، يعني هذا حطه أنا برا المحمية، بس المحميات الورد كله بالمحميات. اللي أنا شفته أن الأنواع وايد من الصباريات وأشكالها وايد حلوة، فما شاء الله يعني الكريز الليليوم والأنواع الثانية وأيضا صباريات، فهذه النباتات تحتاج عناية خاصة. متى الوقت الحلو اللي إحنا مثلا إذا أنا بزرع ورد ولا شيء، أي توقيت تقدر؟ اللي إحنا فيه شهر، اللي إحنا فيه وأولها، أولها اللي هو شهر 11 هذا بدايته زينة،
وشهر ثلاثة. والحين بالنسبة للزراعة، الزراعة الخارجية هذه موجود أنا عندي هناك قسم حق بس الحوليات، أطلع إنتاجه، بس بهالأزمة هذه لا والله ما طلعت إلا خفيف كلش، والنباتات الداخلية إن شاء الله بعد ما تخلص هالأزمة. إن شاء الله مستعدين، إحنا قاعدين وننطر وإن شاء الله خير. إن شاء الله متفائلين خير إن شاء الله بإذن الرحمن. ما قصرت أستاذ أبو حمد، وخلنا نشوف الزهور معك إن شاء الله. تفضل. بعد ما أخذناكم في جولة فيها المحمية الجميلة، محمية فيها النادر وفيها العجيب والغريب، كل اللي شفناه ممكن تشوفونه إن شاء الله بعد نهاية الجائحة هذه اللي لمت بالعالم كله. خلكم معانا في مكان جديد، وحي الشتاء وحي طاري.